رحمه الله احباب قناه لكي. اليوم ان شاء الله غادي نديروا سلطه الماسيدوان، والمكونات تاعها راهي بسيطه، ورانا ذاكرين اغلبيه المكونات تاعها درناها في رابط ثاني تشوفوه تحت الفيديو. سلطه الماسيدوان انا وريناكم كي ديروها بالارز والطون والكاشير الى اخره. عندنا باقي المكونات، عندنا خيار قطعناه، قلعنا له البشره وخويناه من الداخل، خلصنا من كل الزريعه تاعه. عندنا جزر مبشور، عندنا فجل دوائر، وعندنا زيتون اخضر واسود وكورنيشون، وعندنا جبن بالاعشاب. نشوفوا الان كيفاش نحضروا. الان غادي نخدموا ديريكت في طبق التقديم. عندنا مول دهنا بشويه زيت، نحطوا فيه الماسيدوان تاعنا، نحطوا فيه الماسيدوان تاعنا نعمروه، بعد ما نعمر المول تاعي كاع نضغطوا عليه جيدا باش الشكل تاعنا يخرج لنا في طبق التقديم كيما هكا. الان نمسح الصحن تاعي، راني طاشيته شويه. الان بسم الله في وسط الصحن، ها هو الشكل تاعنا خرج لنا، راكم تشوفوا. الان نزينوه بالجزر، نديروا له على شكل عش، والان نوخروه بالجهه. نروحوا للخيار تاعنا، غادي الان في لابوجا دويل قار. الان نجيبوا حبه الخيار تاعنا نزينوا بها الطبق، بعد في كيس الحلواني او لابوشا دوي نعمروها بالفرماج تاعنا. الان عمرنا الفرماج تاعنا كما قلت لكم في الكيس الحلواني، ونعمرو به الخيار تاعنا. والان حبه الفجل تاعنا، الفجل كما نعلم فيه فوائد كثيره، غني بالحديد، يقلع الانيما. الان الزيتون نحطو فوق حبة الفجل، نوصلو العملية حتى نكملو بقاع الصحن. بعد ما كملنا حبة الزيتون تاعنا، عندنا شرائح الكورنيشون راح نزينو بها هنايا، هاد لمسة اختيارية على حسب كل واحد وش يبغي. نديروها بشكل زهر. خلاص
بعد ما درنا لها لي كورنيشون تاعنا حطينا فوقها ثاني حبه زيتون صفراء. ان شاء الله هي نال الطبق اعجابك، تاكلوه بالصحه وهنا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه تاعنا بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو. والسلام اخر الكلام، السلام عليكم.